السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زبنائنا الكرام، تحية طيبة لكم. إن شاء الله نبدأ بمسابقة الثانية والأخيرة، وهي خاصة بالزبناء نتاع الواتساب، وهي عبارة عن سؤال غادي تطرح عبر التطبيق الواتساب، واللي جاوبني عليه أول واحد غادي يفوز بقسيمة شراء وهي 500 درهم. وهاد الزبناء نتاع الواتساب هما واحد المجموعة من الزبناء، كانت نتواصلوا معهم عبر تطبيق الواتساب. مي كيكون شي تخفيض، مي كتكون سلعة جديدة كنصيفطوا لهم، وكيتواصلوا ويحتاجوا شي حاجة كيتواصلوا معنا عبر الواتساب. وهادو فكرنا فيهم حتى هما يكون عندهم مسابقة خاصة بهم. والرقم الخاص بالواتساب هو 06 39 17 13 94، ومن باب المصداقية والشفافية هذه يكون مباشرة على الفيسبوك بالصفحة الخاصة بالمراشم، وهي مجازن سنوسي مراشم. من ناحية السؤال هذه يكون بسيط، كيتعلق بمتجر سنوسي. من واحد الملاحظة اللي بغيت نقولها هي أن الزبناء مي كيصيفطوا لي كلمة جديد في الواتساب خاصو يسجل الاسم، ما يخليش غير رقم، يكتب مجازا سنوسي ولا متجر سنوسي ولا شي حاجة، ما يخليش غير رقم. لحقاش أنا عندنا واحد السيستم كنصيفطوا به الزبناء خطرة واحدة، واللي كيكون الزبون اللي ما كيكونش مسجل الاسم في الهاتف ما كيوصلوش الجديد، وشحال من واحد كيوقع كيقول لك ما كيوصلنيش الجديد. لحقاش هذا هو السبب، ونتمنى تكون كل شيء مفهوم وحد موفق للجميع. السلام عليكم.